أصدقاء نتورك بلس، الليلة في لقاء جميل وفريد جدا. معانا ملك الـ MCSE، خبير الويندوز سيرفر، القامة والعلامة، السيد حاتم محمد سليمان. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حاتم محمد سليمان، أنا استضفت من جامعة المعاهدة الأهلية سنة 2002 كمبيوتر ساينس، وأنا متزوج وعندي 4 أولاد، 3 بنات وولد. أنا شغال في التراك بتاع الويندوز سيرفر أوبريتنج سيستمز، يمكن من الويندوز سيرفر 2000 وقبليه كان في الويندوز NT، وتل ناو أنا سيستم أدمنستريتور لنتورك فيها يمكن يعني ما يقارب 13 سيرفر ناو. وأنا بحب المايكروسوفت أوبريتنج سيستم تحديدا، عشان كده كنت مركز معها خلال الفترة الفاتت. تمام. طيب يا حاتم، لو عرفنا الخلفية الباك جراوند عن شهادتك اللي انت اخذتها، وانت البداية حقتك كانت كيف؟ يعني احنا عارفين انه زول اول ما يخرج من الجامعة بيكون طاشي، يعني اي خريج بتاع اي تي او بتاع كمبيوتر ساينس بيطلع من الجامعة بيكون ما فاهم، بتخبطوا الناس يا يعني ماشيين على البروجرامينج سايد يا شغالين على النتورك، حتى النتورك في كم لاير فيها. فادينا الباك جراوند بتاعك كان عامل كيف، ويعني احكي لي قصة يعني عن حياتك زمان كان عامله كيف التخبط. والله احنا يعني الحمد لله، بحمد الله وتوفيقه ما اتخبطنا لسبب بسيط. يعني احنا كنا 3 افراد في الجامعة، 3 اصحاب، فعملنا مشروع تخرج، وبالصدفة كان في عميد الكلية الوقت ده دكتور سنة الله يرحمه، تفضل يذكر له ويرحمه ان شاء الله، فهو كان نصحنا بانه نشتغل تطبيق عملي على الريال تايم اوبريتنج سيستمز. وبالصدفة اخترنا ان احنا نعمل تطبيق لنظام بيتحكم في اشارات المرور. فدعمنا الدكتور سنة الله يرحمه، دعمنا كويس جدا لحد ما قدرنا انه نعمل سيموليشن لنظام بيخليك تتحكم في اشارات المرور، بحيث انه شنو يعني مثلا يعني اذا في رئيس مثلا متحرك انك تقدر تكفل كل الاشارات تخليها احمر وتخلي الطريق هو فقط اخضر، وانك تقدر تغير في التزامن بتاع الاشارات، وانك تقدر تحدي سرعه الشارع بحيث انه اذا السائق التزم بسرعه الطريق كل اشاره هو حيصل لها حيلقاها خضراء في حاجه اسمها الجرين ويف. فعملنا البروجكت وتعبنا فيه تعب شديد، ولما جينا للمناقشه فنصحونا بانه احنا نعرض البروجكت على الاداره العامه للمرور، وانه نجيب سبورت منهم، انه يجي زول من المرور يقول رايه في البروجكت انه دعمنا انه ناخذ ايه. فبالصدفه برضه مشينا المرور وقابلنا مدير المرور في الوقت ده، وعرضنا عليهم السيستم فعجبهم جدا، وفعلا ادونا زول يجي معانا في المناقشه، وطوالي عينونا في المرور، انه يعني قالوا لنا خلاص بعد ما تناقشوا طوالي تجي تنزلوا في المرور تقدموا الخدمه اللزاميه، وعشان تطبقوا البروجكت ده تطبيق عملي. فاحنا مناقشنا الليله ثاني يوم طوالي نزلنا شغل، فمنها اخترنا تراك الاوبريتنج سيستمز، واشتغلت بعد كده في المرور لمده 10 سنين تقريبا. اتعلمت خلاله يعني كل البراكتيكال اكسبيرينس انا اكتسبتها من المرور، كان في ستاف ما شاء الله يعني عليهم، وما قصروا معانا برضو يعني ادونا الجايس اللي خلتنا مشينا في الطريق الصحيح. وبعد كده مشيت في التراك بتاع السيرتيفيكيت، انا سيرتيفايد MCSE وسيرتيفايد CCNA وCCNP وCCVP وسيرتيفايد ايثيكال هاكر وسيرتيفايد هاردوير فاير وول. ما شاء الله، يعني شهادتك فيه فخامه الاسم تكفي. طيب يا حاتم، الان مع تقدم التكنولوجيا في السودان وفي العالم كله بصوره عامه، بنلاقي ان السودان لسه يعني مش هو متخلف لكن لسه متاخر عن التقدم التكنولوجي في العالم كله. الان بنلاقي ان عالم السيرفر الناس انتقلوا منه للكلاود، فاحنا عرفنا ان انت ما شاء الله بعد في البرنامج بتاع الكلاود كومبيوتنج اللي هو فيما يخص الويندوز سيرفر ما يسمى الازيور. فادينا كلمه صغيره عن حاجه دي وتطورها عامل كيف، ونصايحك للشباب انهم هل هم لسه يستوعبوا الويندوز سيرفر ولا الان اضطروا طوال يمشوا على الازيور سيستم يمشوا على الكلاود؟ طيب، اول حاجه احنا ما متخلفين شديد بالمناسبه، يعني احنا من الدول يمكن اللي بتستخدم التكنولوجيز الجديده اول باول.
يعني انا كان عملت مقارنه قبل كده بينه وبين مصر، فلقينا ان في تكنولوجيز كثير احنا استخدمناها في السودان لسه المصريين ما استخدموها، كمثال مثلا فور اكزامبل. احنا يمكن الضارينا بس انه البلد عليها حظر وكده، انه ما كل التكنولوجيز افيلبل في السودان. لكن رغم عن ذلك برضه تلقى انه السودانيين يعني ماشيين في النيو تكنولوجيز بصوره سريعه جدا. طيب الكلاود فعلا هي يعني ده التراك اللي بقى ناو هو مرغوب، وكل العالم متجه انه يكون كلاود كومبيوتينج، لانه طبعا في ادفانتج كثير تلقاها في الكلاود، اهمها انك انت بتقلل الكوست بتاعت الانفراستراكشر الخاصه بالاي تي بصوره كبيره جدا. فالكلاود كلها مبنيه على فكره انه بي از يو جو، يعني انت بتدفع على حسب ما انت تستخدم. فعلشان كده احنا يعني بنشجع انه الناس تتجه للكلاود كمبيوتر، لكن ده ما يمنع انه الاون بريمسي سيرفرز هي برضه لها اهميتها ولها وضع. يعني حسي معظم المؤسسات الكبيره بيكون عندها هايبرد انفايرمنت، يعني هم بيكونوا عندهم سيرفرز اون بريمسيس ما بيقدروا يستغنوا عنها ومستحيل يستغنوا عنها، وعندهم سيرفرز بتكون هوستد في الكلاود. فما حنقول يعني يمكن المؤسسات الصغيره ممكن اوكي تكون شغاله فول كلاود كومبيوتنج، لكن كل المؤسسات الكبيره لازم يكون عندها الاون بريمسيس سيرفرز اون بريمسيس. فعشان كده احنا بننصح انه الناس اللي عايز تمشي في التراك بتاع السيستم ادمنستريتور جنرال تبدا بالاون بريمسيس اول حاجه، يعني انت لازم تكون تعرف تكون سيستم ادمنستريتور للسيرفرات الاون بريمسيس الداتا سنتر بتاعت الاورجنايزيشن، وبعد كده تنتقل لشنو؟ للكلاود. الناو المؤسسات الكبيره اللي بتعمل هوستنج للسيرفرز اللي هي بتكون فيها البورتال اوبريتنج سيستمز، او بتكون فيها مثلا البورتال ابلكيشن، مثلا الويب سيرفرز، الويب ابلكيشنز، الحاجات دي كلها هي صح يعني الافضل انها تكون في الكلاود، وحتى الادمنستريشن بتاعها في الكلاود اسهل بكثير من انها تكون اون بريمسيس، والبروتكشن والسكيورتي والحاجات دي كلها بالنسبه لنا يعني انت بتقلل الهدك بتاع انك انت تبروتكت الانفايرمنت بتاعتك الانفايرمنت اللوكال من الناس الموجوده في الانترنت. فالهايبريد انفايرمنت هو ناو السيناريو الزائد، واحنا ان شاء الله هنعمل كورس. ناس مايكروسوفت هم عملوا كورس جديد يمكن شهر 12 السنه اللي فاتت طلعوه يا دوب، اللي هو كورسين في الازيور بيتكلم عن كومبليتلي انك تكون ادمنستريتور لهايبريد انفايرمنت اون بريمسيس واون كلاود. الليله ما شاء الله عندك في كاميرا هناخدك وحلتك. كلمة أخيرة لمركز هيكل بلس كده والمناسبة دي والشعب السوداني كله والطلاب اللي معاك والناس اللي بتحبهم كلهم. والله طبعا يعني عندنا معزة خاصة لمركز هيكل بلس، يعني أنا يمكن اشتغلت في مراكز كثيرة بدون ذكر أسامي، لكن أنا ما لقيت نفسي ولا ارتحت إلا في مركز هيكل بلس، لأنه مركز هيكل بلس يعني من المراكز القليلة اللي بتركز أولا على إنه الطلبة اللي بيجوا يكتسبوا النولج اللي هم محتاجين لها. يعني المركز ما بيركز على انه بس انه هو يربح، يعني الماديات بالنسبه له هي اخر حاجه، وبيختار الاستاف بتاعه بعنايه، يعني تلقى كل الانستراكتورات هنا كلهم ما شاء الله ناس كلهم مؤهلين، ودائما الهدف بتلقى في انه هم اي زول جه نتورك بلس يطلع بالنولج اللي هو محتاجها، يعني كل الناس شغاله كانها هي شغاله في المركز اللي هي بتمتلكه. فاحنا بندعم نتورك بلس ان شاء الله، يعني ساعيين لانه نشوفه من اكبر المؤسسات التعليميه في السودان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا مستر حاتم، كانت ليله زياره جميله وبلش جميل جدا معك، فان شاء الله نتلاقي في حلقات قادمه ان شاء الله. واحنا بنشكرك برضه يا حمد المتبع، يعني انت من اصدقاء نتورك بلس المميزين والداعمين لنا والداعمين للمركز ومن جيران المركز، ودي يعني شرف للمركز انك انت تكون واحد من جيرانك. شكرا يا تيما، شكرا لك والله.